نقص فيتامين ب12. السلام عليكم، معكم الدكتور هلال، يا رب تكونوا جميعا في احسن صحه واسعد حال. من الحاجات اللي اعراض اللي بتيجي للناس وما بيبقوش عارفين ليها سبب، وتبقى اعراض يبدو ان هي بسيطه بس بتزعجهم لانهم مش عارفين ايه اللي وراها. ممكن من الحاجات اللي بتسبب هذه الاعراض نقص الفيتامينات والمعادن. النهارده هكلمكم عن نقص فيتامين ب12. والفيتامين طبعا كتير مننا يعرف ان هو مهم وانه له دور هام جدا في حاجتين مهمين في الجسم. الحاجة الاولى تصنيع كرات الدم الحمراء، والحاجة التانية تكوين وعمل الاعصاب. ولما بيحصل نقص في فيتامين ب12 طبعا الوظيفتين دول بيتأثروا جامد وينتج عنهم اعراض كتيرة، اعراض الانيميا واعراض تكسير الكرات الدم الحمراء واعراض تلف الاعصاب. مش لازم نستنى لحد ما نلاقي اعراض كبيره وضخمه عشان نقول والله احنا عندنا نقص في هذا الفيتامين. في اعراض بتبان كده في الاول ممكن تلفت نظرك ان احتمال يكون عندك نقص في فيتامين ب12. من ضمن هذه الاعراض اعراضين، واحد منهم ممكن الواحد يحس بوغز او شكة او عدم ارتياح خلف الفخذين او فخذ واحد من الاثنين، وده نتيجة تأثير او بداية تأثير نقص فيتامين ب12 على الاعصاب. عرض تاني ان الواحد ممكن يكون شكله بدأ يشحب شوية او باهت شوية، والناس اللي حواليك تقول لك شكلك مرهق، يمكن ما نمتش كويس او حاجة تانية او حاجة من الحاجات البسيطة دي، لكن ممكن يكون وراها برضو نقص في فيتامين ب12. السبب الاولاني اللي هو الوغز او العرض الاولاني اللي هو الوغز، شرحنا انه نتيجة تأثر الاعصاب اللي بتغذي منطقة الفخذين والرجلين. الوغز او الشكة بتبتدي عند الفخذين وتنزل ممكن الى الاقدام. الشيء الثاني اللي هو شحوب الجلد او بهتان الجلد او ميلو الاصفرار، طبعا نتيجة الوظيفة اللي ذكرناها وهو دور البيتويل في تصنيع الكرات الدم الحمراء. فلما هذه الكرات الحمراء تبقى ناقصة في التصنيع او بتصنع بشكل في شاذة الخلق او التخليق بتتكسر نتيجة نقصها وتكسيرها، ممكن يحصل انيميا وممكن يحصل انطلاق الصفرة في الدم نتيجة تكسير كرات الدم الحمراء، والواحد جسمه يبقى فيه درجة من درجات الصفرة وهو انه ياخد اللون الخفيف الاصفر. العلامات ديت ممكن تيجي عند الناس وما تبقاش عارفة ايه هي، وتبقى قلقانة وتقول لك انا عندي ايه يا رب، عندي سرطان، عندي ايدز، مع ان هو كل اللي عنده بدايات نقص فيتامين ب12 والحل بتاعه سهل جدا. طب النقص ده بيجي منين؟ النقص ده عادة يعني صعب انه يجي لو في انسان بياكل اكل متوازن من مصادر حيوانية ومصادر نباتية، لان في فيتامين ب12 اساسا بيجي من المصادر الحيوانية، اللحمة الحمراء والمنتجات الالبان المختلفة. وبالتالي اللي بيشتكي من الموضوع ده ممكن الناس النباتيين اللي بيهملوا المصادر الحيوانية. وممكن الواحد يبقى اكله متوازن جدا جدا ومظبوط، بس عنده مشكلة في الامتصاص، ف ب12 لا يمتص من الامعاء وبالتالي يحصل هذا النقص. والحل بتاعهم بسيط جدا، ان الواحد يعوض النقص بانه ياكل اكل متوازن، ولو عنده مشكلة في الامتصاص يقدر ياخد ب12 يا اما على شكل مكملات غذائية يا اما على حقن. أهلا بكم، سلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.